القطاع الصحي الأمريكي يواجه عدداً من التحديات والمشكلات التي في الواقع تبدأ بمستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون الأمريكيون، والتي لا تنتهي إلا بنقص بعدد من الأدوية الحيوية في الأسواق. وفي هذا السياق أجرت مؤسسة جالوب استطلاعاً للرأي هذه السنة، أظهر آراء عينة من المواطنين الأمريكيين بخصوص مستوى الخدمات الصحية المقدمة في البلاد، لا سيما من ناحية الجودة. وشمل الاستطلاع مواطنين مؤيدين لكل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وللحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أستضيف من واشنطن الدكتور طلال نصولي، وهو بروفيسور في كلية الطب في جامعة جورج تاون، وأيضا كان طبيبا خاصا للرئيسين الأمريكي بيل كلينتون وباراك أوباما. مرحبا بك دكتور نصولي. بداية، برأيك لماذا غالبية الأمريكيين مستاءون من نظام الرعاية الصحية في أمريكا؟ Mr. Tabet, thank you so much for having me as a guest. This is certainly a very important topic. We have been seeing some major problems in terms of the healthcare system in the United States due to a variety of things. I would like to clarify clearly when we compare the United States. أود أن أوضحها. Such as talking about عندما نتحدث in the United States to become a physician and to finish our specialty, we finish with about $750,000, $750,000 in loans, versus in Europe could be $50,000 or $100,000. So we have to repay these loans. So that's number one. It costs much more money to become a physician, okay. Especially in the United States. وبالتالي فعندما السبب الثاني هو على سبيل المثال في الولايات المتحدة، إن كنت تريد أن تجري عملية جراحية أو إن كنت جراحا فالأمر سيتطلب منك أن تحصل على عدة تدريبات، وهذا الأمر فإن الاكتشافات في قطاع الطبي، ولكن في الولايات المتحدة علينا أن نقوم بالدراسات وفقا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وهذا الأمر من الأبحاث والدراسات يستغرق كثير من الأموال، وهذه من الأمور التي يجب أن نضعها في الاعتبار وأن نفهم الفرق بين نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والأوروبية والشرق الأوسطي حتى ندرك الفروقات في ذلك الوقت. إضافة إلى ذلك، فإنه في الولايات المتحدة فإن النظام القانوني مختلفا تماما، لدينا قواعد وقرارات وتشريعات صارمة جدا للأطباء، وبالتالي
فإن هناك الطب الدفاعي أو الوقائي، أو فهناك كثير من الأموال التي يتم إنفاقها من الأطباء، أنهم يجرون جميع الاختبارات حتى لا يرجع عليهم المريض بأي قضايا عليهم، سواء بسبب سوء الممارسة أو أي أفعال أخرى. فيما يتعلق بالفترة الزمنية، بالرغم من التكاليف العالية للرعاية الصحية، فإن الفترة العمرية أقل منه في أوروبا، وأن معدل الوفيات في عند المواليد عالي جدا. وسأذكر لكم الأسباب. إن نمط الحياة مختلف تماما في الولايات المتحدة للأسف. أولا، في الولايات المتحدة فنحن نستهلك طعاما أكثر، ونحن لدينا تخمة نوعا ما، وأسعار اللحوم والأجبان أقل تكلفة بالنصف منها في أوروبا، وبالتالي فإنه هناك هذا النمط الصحي غير صحي بالنسبة لكثير. أيضا كميات السكر المستهلكة في المشروبات، في الكوكاكولا والبيبسي والعصائر، سواء كانت عصائر المانجو أو البرتقال، فإنهم يضيفون كميات عالية من السكر. كل ذلك يؤدي إلى الإصابة بأمراض السكري وزيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.